اللائحة اللي عطاه في مستوى العالي، ولكن بالنسبة لبعض اللاعبين البطولة الوطنية خصهم يكونوا كاللاعب بدر بانون، كاللاعب جبران ديال الوداد، بعض اللاعبين مظلومين. وحنا بالنسبة حنا راه معانا مع المنتخب المغربي في السراء والضراء، ولكن راه تنشوف بعض اللاعبين راه مظلومين في البطوله الوطنيه. بالنسبه للائحه اللي عيط عليها المدرب رونار، هي لائحه في المستوى، ولكن ماشي بغض النظر على المحترفين وهذه، خاص ضروري يكونوا لعابه ديال البطوله. اصلا المشاركه ديال المنتخب المغربي في الكان هو المنتخب الاول اللي مرشح باش يدي كاس افريقيا، وحنا خاصنا لاعبين بمستوى، وعندنا لاعبين بمستوى، غير يطعموهم بواحد اللعابه ديال البطوله اللي كيكونوا مزيانين على الاقل، يعطيهم واحد لا شونس. هي اللائحه اللي نادى عليها ايرفي رونار راه لائحه مزيانه، حيت لاعبين كاملين كنشطوا في دوري اوروبي، غير هو اللاعب شي لاعبين من البطوله ما خداوش الناصيب ديالهم، بحال محسن ياجور، يحيى جبران، اوبيلا، وخا الاصابه راه من اللاعبين الممتازين عندنا في الدوري المغربي. بالنسبه للتشكيله احنا قادرين نجيبوا الكاس افريقيا من الاخر من مصر. بالنسبه للتشكيله اللي كاين عندنا ثلاثه اللعابه كانوا في نصف النهائي ديال عصبه الابطال، زياش الابيض مزواري، وعندنا لعابه دو بطولات البرتغال، لعابه دو بطوله ديال تركيا، لعابه دو بطوله ديال السعوديه. بالنسبه للعابه راه هي هذيك، اش بالنا احسن منتخب افريقي هو المنتخب الوطني المغربي. قادر حيت عنده لاعبين محترفين في دوريات اوروبيه ودوريات خليجيه اللي يمكن يكون احسن منتخبات في التوقعات ديالك انت، وان شاء الله كوب دافريك مغربيه.